الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية اللحاف الأزرق في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. قد يدل اللحاف الأزرق في المنام على الاستقرار والراحة التي ينعم بها الشخص في حياته، والله أعلم. فإذا رأت المرأة المتزوجة اللحاف الأزرق في المنام، قد يدل على حالة من الصفاء والسكينة في حياتها، والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء اللحاف الأزرق في المنام، قد يدل أنها تعيش حياة هادئة وتتمتع بالهدوء والراحة النقية، والله أعلم. في حال رأى الحالم اللحاف النظيف في المنام، يشير إلى المرأة الصالحة والتي تتحمل المسؤولية، بينما يدل رؤية اللحاف المتسخ في المنام على المرأة التي تهمل وتستهتر في حياتها وفي بيتها، والله أعلم. في حال رأى الحالم اللحاف الملون في المنام، يشير إلى البركة والرزق. إذا رأى الحالم اللحاف الأبيض في المنام، يدل على الخير الوفير والأخبار الجيدة التي يستقبلها صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الحالم الميت مغطى معه باللحاف في المنام، يدل على أنه يصاب بحزن أو هم، ولكنه يتمكن من التخلص منه قريبا إن شاء الله تعالى. بينما تشير رؤية إعطاء الميت لحاف في المنام إلى المال الكثير للشخص الرائي، والله أعلم. رؤية الميت يطلب لحاف يشير أنه في حاجة إلى التصديق والاستغفار من الرائي، والله أعلم. كذلك قد يدل رؤية هذا أن الرائي يرتكب العديد من الذنوب، وعليه أن يتوب لله عز وجل سريعا. في حال رأى الرجل المتزوج أخذ اللحاف في المنام، قد يدل على المرأة الصالحة في حياته، والله أعلم. رؤية الشاب الأعزب أخذ اللحاف يدل على زواجه من فتاة صالحة، والله أعلم. بينما يدل أخذ اللحاف المتسخ في المنام على امرأة تهمل ولا تهتم بالأمور التي يجب أن تهتم بها في بيتها وزوجها، والله أعلم. في حال رأى الرجل أنه يشتري لحاف في المنام، قد يدل ذلك على الزوجة الصالحة، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.